مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. بعد المقطع المتداول للحرس الجمهوري الجزائري الذي أبهر العالم في التعامل مع السلاح والتركيز وسرعة البديهة للجندي الجزائري، يأتي دور البحرية الجزائرية التي تعلم الدروس. يأتي دور البحرية الجزائرية التي تعلم المارينز الأمريكي الذي يقال عنه الأقوى في العالم. يقال عن البحرية الأمريكية أنها الأقوى في العالم، ولكن الجزائر تكسر القاعدة وتعلم الدروس للجيش الأمريكي. بعد حصول الجيش الجزائري على أقوى أسطول بحري في الوطن العربي وسيطرته على البحر المتوسط، أصبح يعلم الدروس للمارينز الأمريكي. ما بدي أطول عليكم، فضلا وليس أمرا بتمنى منكم تفجير هذه الحلقة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل فخر العرب لكل العالم، وعلشان نوصل فخرنا في كل جزائري، في كل جندي جزائري، وفخرنا بأن هناك دولة قوية اسمها الجزائر، وحتى نوصل للعالم بأنه الجزائر فخر العرب، فخر الأمة الإسلامية. في البداية خلينا نشوف المقطع الذي أبهر العالم من الحرس الجمهوري الجزائري، وبعدها نشوف تدريبات الجيش الجزائري للجيش الأمريكي وتدريبات البحرية الجزائرية لقوات المارينز البحرية الأمريكية. تابعونا للنهاية، خليكم معنا. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في عناك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا. بعد ما شفنا هذا المقطع الذي أبهر العالم، بعد ما شفنا هذا المقطع الذي هو فخر لكل جزائري بل فخر لكل عربي مسلم، فالجيش الجزائري من أقوى الجيوش العربية. الجيش الجزائري يسيطر على البحر المتوسط ويقول كلمته الشهيرة: إن تتعدى حدودك ينتهي وجودك. خلينا نشوف بعض التدريبات من الجيش الجزائري للجيش الأمريكي، ونشوف شو حكوا الجيش الأمريكي عن الجيش الجزائري. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية يا هناك في عناك قاهرا عيداك قاهرا عيداك تشرفني أن أمثل البحرية الأمريكية العمل والتنسيق مع البحرية الجزائرية، وهذا بهدف تبادل التجارب والخبرات لمكافحة جميع أشكال الأعمال المعادية في البحر. كما أعجبت بالقدرات والمهارات التي يتميز بها مغاور البحرية الجزائرية، مما يؤكد على تكوينهم الجيد في هذا المجال. مجدنا وعهدنا
أجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك. بعد ما شفنا هذه المشاهد المشرفة والذي يفتخر فيها كل عربي للجيش الجزائري وللأسطول الجزائري وللبحرية الجزائرية، أتمنى منكم دعواتكم لهذا الجيش المغوار، أتمنى منكم دعواتكم بأن يحفظ فخر العرب الجزائر، فهي صمام الأمان لكل عربي حر ومسلم. كل التحية والتقدير للجيش الجزائري، كل التحية والتقدير لأهلنا في الجزائر. خلينا نشوف بعض من القوة الضاربة التي لا يستهان بها في العتاد والعدة للجيش الجزائري، فكل التحية لكل أفراد الجيش من الحرس الجمهوري إلى البحرية الجزائرية إلى حرس الحدود إلى كل جندي جزائري على الثغور يحمي وطن الجزائر ويحمي شرف العروبة، فهم فخر العرب. كل التحية والتقدير للجندي الجزائري وكل التحية والتقدير للجزائر حكومة وشعبا وجيشا. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف. بعد ما شفنا هذه المشاهد المشرفة في نهاية الفيديو بحب أتشكركم على المتابعة وبحب أقول لكم دائما وأبدا تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. نحن مع الجزائر، نحن مع الجزائر دائما المناصرة والمنصورة بإذن الله، والمناصرة والمنصورة لفلسطين. تحياتي لكم، أخوكم صابر كلاب من فلسطين.